مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط أمطار رعدية معتبرة خلال سهرة اليوم بحول الله لغاية فجر يوم الغد على سواحل تيزي وزو بجاية، ستمتد لغاية جيجل وسكيكدا. بالنسبة لسواحل الشرقية عنابة طارف ستستمر بها الأمطار لغاية أمسية يوم الغد وتمتد إلى غاية قلمة وسقارات. يجب أخذ الحيطة والحذر، هذا الاضطراب الجوي سيكون سريع الحركة سرعان ما تتحسن الأجواء خلال يوم الغد بحول الله على المناطق الغربية وكذلك الوسطى. يبقى ضباب كثيف يميز السواحل والمرتفعات الداخلية، أجواء مشمسة إلى مغاشة جزئيا خلال النهار، لكن المناطق الشرقية ستبقى تشهد أجواء غائمة مرفوقة بأمطار تكون معتبرة محليا. جنوبا الأجواء ستبقى صحوة ومستقرة. الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة بالجلفة 7 درجات فقط، 9 درجات بباتنا بسطيف بتيارة والبيض، 15 بشمال الصحراء، لن تتعدى 10 درجات بتمن راس وترتفع إلى 18 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد بحول الله البرودة ستكون محسوسة بالمناطق الداخلية بالخصوص الشرقية، 15 درجة فقط بباتنا وسطيف، 16 بقسنطينة، 19 بتيارة والبيض، ما بين 20 درجة بعنابة إلى غاية 25 درجة بوهران مرورا ب 24 درجة بالعاصمة، تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة بشمال الصحراء والجنوب الشرقي، لن تتعدى 22 درجة بجانات، بينما ترتفع إلى 32 درجة أحيانا 34 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. البحر نظرا لانخفاض الضغط الجوي على حوض البحر المتوسط سيكون مضطرب إلى هائج نحو سواحل الشرقية، رياح ضعيفة تماما بسواحل الغربية، ضعيفة أيضا بسواحل الوسطى ضمن تيارات شمالية غربية تدور إلى غربية نحو سواحل الشرقية، هنا سرعتها تكون قوية تقارب 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لبعض عواصم أوروبا أيضا بحول الله يوم الغد الأجواء ستكون مشمسة بلشبونة ب 21 درجة، نفس الأجواء بمدريد مع 18 درجة فقط، أجواء مغشى جزئيا بروما مع 20 درجة، نفس الأجواء بإسطنبول 23 درجة، أجواء مغشى جزئيا أيضا ببرلين مع 12 درجة، نفس الأجواء بكييف لكن هنا الحرارة تنخفض إلى 9 درجات، تنخفض أكثر بموسكو مع أجواء غائمة وتقارب درجتين فقط، أجواء غائمة بفيينا 12 درجة، نفس الأجواء بباريس، وأمطار مرتقبة بلندن ب 14 درجة مئوية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و15 دقيقة، والغروب على الخامسة مساء و47 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة.